يعني انا بدي افهم شغله، شاحني وين مختفي بالبيت كلياته؟ بدي اخذ شاحني والله واخبي له اياه. يعني كل عيد نفس الشيء، كل عيد نفس الشيء، وبعدين مع هالقصار يوم شبك شوفي. يعني كل عيد امك ابوكي ما بيعطوني عيديه. قال شو انت كبرت وراحوا عليك العيديه؟ انا بس بدي افهم مين فهمه انه العيديه لها عمل معين؟ اي مو غريبه عليهم، بعدين اللي صار معك صار معي، بعدين ما عاد اسكت منوب. ها انا ما عاد اسكت منوب. ولك مجهودين؟ شو هدول؟ ولك مجهودين؟ منين جايب مصاري انت؟ يعني منين بدي جيب؟ شوية عيديات جبتهم من امي وابوي. لك شوفي كيف عم جاكرنا؟ يعني ليش عطوه له وقلنا لا؟ انا بعرف، ما هذا اللي مجنني. ليك هالسنة بدنا ناخذ عيديات، بدنا ناخذ عيديات. ها انا عم بقول كلمة. اي شلون يعني؟ شلون بس؟ انا عندي طريقة رح تعجبك كثير، بس انت قلي بالاول. تعرف تجيب مصاري من امي ولا من ابوي؟ انا تركي لي ابوي علي، تركي لي ابوي علي. اوكي وانا امك. اي والله مجهزت لها خطه لخليها تعطيني مصاري وهي عم تضحك كمان. اوكي تعي انت تقولي لي الخطه اللي بمخك وانا بقول لك الخطه اللي بمخي. تعي تعال اقول لك اياها. تعي يعني لو انه كل واحد يساوي تخته ويسوروا بني ادمين ايش بيخسروا؟ اه امي. اي لا مو طبيعي منوب، منوب مو طبيعي. نعم ايش في؟ ولك شبكم؟ ايش في؟ ليك اوعدكم داخلين تقولوا لي على العيدية، انا هذا الموضوع منتهي عندي من زمان. ها يلا بلشي بالخطة. يلا يلا طول بالك، روح احكي طول بالك ان شاء الله تقبل. بس امي انت فهمتينا غلط، انا وعبادة نحن ما كان قصدنا هيك، نحن بس كان قصدنا نقول لك ما شاء الله. وكان شو قد ضعفاني؟ شو هالرجيم اللي عملتيه؟ صفياني على نصك. لك احكي لك كلمة يا صفر ساعدني. قولك ايه؟ كم كيلو نازلة؟ 10 20 30 40 50 فهمنا؟ اوفرت زيادة. قصدي انه ضعفاني كثير، يعني ايش هالرجيم اللي عملتيه؟ بسم الله ما شاء الله، يعني رجعاني 30 سنة لورا. يا رب تسامحني على الكذب، بس لازمني مصاري. شو؟ عن جد؟ عن جد تحكوا؟ هلا انا ضعفاني؟ عن جد انا ضعفاني؟ والله كنت حسي بس ما كنت متأكدة، كنت عم خاف احكي. يا سيدي كلمه كلمتين حلوين اللي قلتوهم، احلى عيديه لك ولطول بالكم. ايوه بقى هذا هو الكلام. يا اخي عبقري، انا عبقري والله ما يخسر فيكم. هي 200 لك وهي 200 لك، امسكوا تشبرقوا. 200 والله 200 حقيقيه. بدك حقيقيه؟ والله حقيقيه. عزبتي حالك امي او بدأ لعند ابوي بسرعه الحقيني. والله لا ضعفاني، كنت حس حالي بس ما كنت متاكده. خليني اخبرها. نعم تحسين. الو ام تحسين، جبت لك وصفه لتنزلي 30 كيلو من وزنك مثل ما عم بقول لك وباسبوع واحد بس. جيبي ورقه وقلم وسجلي لك عليه بسرعه. يلا حاجتين تمن نص كاس حليب. وانت بخير؟ وانت بخير ربي له. خلينا اشوفك. امانة الله. الله معك، مع السلامه. مع السلامه. يقطع عمرك شو سعير، خرب بيته من حوله. كل سنه وانت سالم يا عمري. وانت سالم، وانت سالم يا جني. كل عام وانت بخير يا حلو. وانت بخير، وانت بخير. يلا صار لازم انا امشي لانه مضطر امشي. قولي راح لحقه عبادة بسرعه. اي لا بقى، هذا عامل حاله اجنبي على اساس ما عارفين. بابا كل عام وانت بخير، العيد خلص شبه اتلحلح. كل عام وانت بخير، عمل له نفس الحركة. ايه احكوا هيك من الاول، قولوا بدكم عيدية. انا مبالي في شيء تاني، يعني راح بالي لبعيد. ما قلت لك ابوكي راح يعطينا بدون عذاب؟ بدي اعطيك مقلوبة على خلطة ومنت وياها نقلوا على غرفكم. ما في عيديات، ما في شيء، كل واحد صار قد الشنطير لسه جاي ياخذ عيدية. عيديات هون ما كان فيهم كل المصاريف خربت بيتي برمضان. قلت لي راح يعطينا مو وركحتي ولك ابن نجيب ما عمل عملته ولك نز نزل لك 200 ليرة. قال لي 200 ليرة لبني ادم شو بحبه؟ شو صار له؟ اي لا بابا الظاهر صار لازم اجي خطة بيه. بابا على فكرة امي ما بتعرف انه انت طلعت انا بتحسي رحتوا على الكافيتريا وشربتوا كوكتيل. عجب اذا قلنا لك
ايش ممكن تعمل معه خدود؟ والله افتحنه طحن. مو بس هي والله لتعجنه عجن. قولك مو بس هي والله لتكسره تكسير. قد اعذر من انذر. ليش طوبكم طوبكم لحظة بس. ليكم انا حطتكم اياه نوم. ليكم مصاري انا بحب امزح معكم. يعني ايش قلت بيني وبين حالي؟ قلت حالي بالعيد خليني اعمل الجو هيك بضحك شوي. خذوه انا بقول انتم. ايوه هاتيو خدوج هاتيو مسوك في هون 300 لك. الله يوفقك يا تحسين خربتي لي بيتي. 600 ليرة راحوا. يعني تعب بعدك بشوفك. خدوج ايش القصة؟ اليوم العيلة كلها زارتنا. لا تخربطني عم بحسب انا كل واحد شو اخذت منه. لا تخربطني. لا كيف انا كان بدي احسبه انا ما حسبتهم. خدوج صحيح مجهود وينه؟ كان معه هيك مصاري يخرب بيته. احي اكلنا كنادر. جدي الاول 300 ونانتي 200 وعمي 250 وعمي الثاني 275 وعمتي 125 وجوزي عمل حركة احتمال وخبرش ونانتي الثانية وجدي اذا اخذنا 500 منه وهداك 150. والله صاروا ثروه. يخرب بيتهم كل هدول المصاري اللي معهم. وانا كمان مثلك صاروا اكثر من 2500 ليره. انا طلعوا معي كلياتهم 2500 2700 ليره. راحوا المصاري 2500 و2700 5200 ليرة بس. تهونوا بس عدكم ما حدا يتحرك منوب. راحوا المصاري 2500 و2700 يطلعوا فورا. رح صمد لكم يومهم معي. لا امي انا لحالي الي معك سروة كسر تضحك علينا. خلاص نبقى من الموضوع. انا بدي اصمد مصاري معك. لقيت مشتهية شهوة من رب العالمين ما برا وحدة بس تصيروا بني ادمي. رح تعطوا المصاري بالذوق. كل مرة أنا لازم أمسح بكرامتكم الأرض المصاري رح تطلع لأنه أنا هيك رح أخذهم. بقى شو قلتوا؟ فضلي. لك صعي مجودة وينه؟ قولي سألت علي قولي دوري عليه. معه عيديات هيك بلال معه مصاري. يا عبيد الحقين لا حدا يتحرك منهم. ولك انت ايش عم تعمل هون يا ابن الصرامي؟ امي عم بمسحك غبره يا يوم. في غبره عم تمسح الغبره. عيني عم تحك انت ولك. طلع بالمصاري بسرعه. هات المصاري. لا ما بدي اعطيك المصاري. هذول المصاري اللي ليش اعطيك اياهم لك يعني؟ مجوده لا تضطرني استعمل معك العنف. لحظه سيكي هدول هن كلياتهم. ايه من الاول كان ضروري طلعلي بالعين. وانتو بسرعه كل واحد يوم يرتب غرفته. عبادة تحكي بالزباله. خدوج انتو ميجدي يلا بسرعه. راحت يخرب بيتك يا عبادة. منيح سمعت كلمتك. خبيت هدول عزيز. يخرب بيتك على خطه جهنميه. ما قلت لك هذا بده يصير؟ وانا كمان خبيت لي اكثر من 1000 ورقه. ما عطت اياهم كلياتهم. انا كمان سبي معي 500 ليرة. هاي جايز ولك انا كملت وبحطوا اسمهم براسي. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون.